ازيك يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم شويه عن الانجنز الاسبوع ده، يعني انجنز الاسبوع الجاي مفيش محاضرات، وبالتالي ده اخر اسبوع. هي مبسوطين؟ ها، مش هتشوفوني تاني؟ لا، على قلبكم على قلبكم. ان شاء الله هنتكلم شويه عن الانجنز، ومش هتكلم عن الروكت انجنز والالكتريك انجنز والبلازما انجنز، هنتكلم على حاجات فيري تراديشنال جست ك فكره عامه. لبرضه يعني اللي هناخده في الاسبوع ده هيتقسم بعد كده لكورسين على الاقل، كورسين كاملين، اوكي؟ وبالتالي فانا كل اللي هقوله ايه؟ هقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني مش هكملها حتى كمان، اوكي؟ ريلاتيف للكورس. هاويفر، ما يمنعش ابدا ان احنا يبقى عندنا فكره عن الدنيا ماشيه ازاي، والدنيا ابتدت واتطورت ازاي الى حد ما. اللي قدامكم دي صوره حاجه اسمها ستيرلينج انجن. ستيرلينج انجن ده از ا فيري نايس سمبل انجن، وده حراري برضو، لكن اتس نوت يوزفول فور اور بيربسز، خلاص؟ هاويفر في طلبه كتير بتحب تلعب اللعبه دي، تعمل ستيرلينج انجن. اف يو ار انترستد روح وشوف ازاي بيتعمل، وهتلاقي ازاي يتعمل وجرب فيه. وعلى قد ما هو بسيط، على قد ما هتلاقي ات انفولز ا لوت اوف ورك اند ا لوت اوف ثيري. هاويفر احنا عايزين الاول نتعرف على الانجنز بقى، الباور انجنز، الفيري باورفول انجنز، خلاص؟ اللي اتقسمت كعيلتين كبار، internal و external combustion engine. زمان ما كانش فيه internal و external، كان فيه بس البويلر انجن، steam engine، اوكي؟ steam engine ده كان البداية ل الindustrial age، خلاص؟ و actually الsteam engine اتطور قبل جيمس وات. ناس كتير بتنسب الsteam engine لجيمس وات. جيمس وات مش هو اللي اخترع الستيم انجن، اكشلي قبل جيمس وات كان في الانجن اللي قدامكم ده، انجن سخيف جدا وامكانياته العمليه ضعيفه جدا، لكن كان انجن وكان ذا فيرست انجن، خلاص؟ الستيم يطلع يزق البيستون لفوق، عشان البيستون ينزل نبرد الستيم اللي جواه. نبرد الستيم اللي جواه ازاي؟ عن طريق ان احنا ندخل فيه ميه بارده. يوم الستيم ينزل، يوم يشدد البيستون تاني لتحت، اند سو اون، والسايكل تستمر، خلاص؟ طبعا بعد كده اتطورت الانجنز دي لغايه ما بقى في ستيم انجنز فيري باورفول. وكان اول طيارات، على فكره اول طيارات كانوا عايزين يعملوها، كانوا عايزين يعملوها بالستيم انجن، خلاص؟ وما نجحتش. لكم ان تتخيلوا طبعا ان سيستم زي ده يوجوالي بيبقى تقيل قوي، لانه فيه ميه كتير، والميه مش من الحاجات الفريندلي في الطيران، خلاص؟ لكن مع ذلك ما ننكرش ان لولا تطوير انجنز كبيره زي اللي اتعملت في القطارات، يعني ما كانش الاندستريال ايج اتخلق، وما كانش من بعديه الجلوباليزيشن اللي وصلنا له النهارده وصلنا له. لان دي اول مكنه توصل الناس ببعضها عبر مسافات بعيدة وبشكل شبه آمن وسريع، خلاص؟ however احنا خدنا الموضوع ده a little bit further، لقينا هنا ان احنا بنحرق وقود، اوكي؟ الوقود ده بي expand some gas، مش كده؟ والجاز ده بنستغله في ان هو يبوش الميكانيكال سيستم، صح؟ بيستم، مش كده؟ والبيستم ده بيتحرك حركه تردديه بنحولها الى حركه دائريه. وانس جبنا حاجه بتعمل كده بقينا بنتكلم على انجن، مش كده ولا ايه؟ ويعني من ضمن الحاجات اللطيفه اللي بحبها لما اجي اتكلم عن الانجن، ان انجينير جايه من انجن، اوكي؟ فالانجينيرنج بيزد على ان يبقى انت عندك انجن، خلاص؟ صحيح انا ممكن قلت قبل كده وبقول وهقول ان اصل الهندسه في العالم هو الري، خلاص؟
لان لولا مهندسين الري اللي كانوا عند القدماء المصريين ونظموا الري لما خلقت الحضارة في مصر اللي هي واحدة من مهاد الحضارة في العالم. خلاص، وعليها اتبنت هندسة الانشائية، وبعدين ابتدت الناس تدخل في فروع اخرى من الهندسة. الانجنز دي تعتبر حاجة حديثة على البشرية كده، لكن لما نيجي نتكلم على engineers it's people who work with engines في الاصل. اوكي anyway. نعم engineer. اوكي هندسه كلمه مش عربيه فانا ما اعرفش اصلها. خلاص طيب الانترنال كومبشن انجن بقى خد السايكل دي وقال لك تعالى نخلي الاحتراق جوه. ازاي؟ بدل ما نحط الفحم بره يحرق يسخن ميه والميه تغلي والستيم ناخده نحرك بيه البيستون، تعالى نعمل العمليه دي جوه الانجن. ازاي؟ حط الفيول جوه. فبيزيكلي الانترنال كومبشن انجنز هي اللي بيتم فيها الاحتراق الداخلي زي ما ترجمتها على طول، لكن احنا هنقسمهم كمان دول لنوعين من الانجن، الريسيبروكيتنج انجنز والاوبن فلو انجن. اوكي الريسيبروكيتنج انجنز دي بقى هي اللي عاده الناس لما بتقول انترنال كومبشن انجن بتتكلم عنها، زي ما اسمها بيقول هي الريسيبروكيت. خلاص تك 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 تك. خلاص فبيزيكلي دي كده اللي اخترعها واحد اسمه اوتو. اوكي وعلى فكره في الاصل قبل ما تبقى اوتوموبيل كانت اوتوموبيل، لان هي بتشتغل بانجن اخترع واحد اسمه اوتو، ومش اوتو للانتال، مش فاكر اسمه اوتو ايه، حاجة اوتو. اوكي هو الماني برضو، المان لهم يعني باع كبير في التكنولوجي. خلاص المهم ان الانجن ده ببساطة شديدة بيعمل ايه؟ بياخد هواء يحرق فيه وقود، يوم عامل هاي بريشر هاي تمبرتشر، ياخد الهاي بريشر ده ويكسباند ينزل البست يحرك حاجة دائرية صح كده اللي بنسميها كرانك شاف، وبعدين يطلع يوم رامي الجازز بره وياخد جازز جديد. في نوعين من الريسيبروكيتنج انجنز او نوعين كبار مشهورين من الريسيبروكيتنج انجن، هنتكلم عن نوع واحد منهم بس. النوعين اللي هما 2 ستروك انجن و 4 ستروك انجن. خلاص لما ان شاء الله تاخدوا الانجنز هتعرفوا مور ديتيل. هاوفر الفور ستروك ده هو اللي فيري كومن. اوكي تعالوا نشوف بيشتغل ازاي. فادي ايه الفور ستروك انجن. باور ستروك دي هي اللي بناخد منها واحده من اربعه. اوكي هي دي اللي بتدينا الحركه، الثلاثه التانيين عشان يسيرف على الباور ستروك. اوكي طالع نازل طالع نازل، دول فور ستروكس. بعد شويه لقينا ان احنا او يعني لا وبقى ما انا مش عايز احط نفسي معاهم علشان لا ادعي اي شرف في موضوع الانجنز ده، قال لك احنا طيب ليه حاطينهم كده جنب بعض في صف واحد، ما نحطهم مفرقين عن بعض، طب تفرق ايه لو فرقناهم كده عملنا الفي انجن؟ قال لك ممكن نقرب المسافه. خلاص البيستون ده والبيستون ده ممكن بدل ما هم لازم يبقوا كده ممكن يبقوا كده. خلاص فطول الانجن هيقل which is kind of useful. مش بس كده بقيت ممكن احط مجموعه سيلندرز كبيره مع بعض، اوريدي في عربيات وصلت ل 12 سيلندر. اوكي خلاص ومش بس بقى الفيديو كمان ممكن تتفتح لغايه ما يبقوا نايمين. خلاص ففي مثلا انجن زي ده 4 سيلندر انجن على في. اوكي كطول اقل بكتير، دي واحده من مميزات استخدم كتير في الطيارات
اوكي هو وامثاله. طبعا يعني ايه there is more than enough pictures ان انتوا تشوفوا التركيب بتاعه والاستخدامات. however المهندسين ما بينبسطوش, مفيش حاجه بتقضيه مش كده؟ قال لك طب can we make it even better, طيب why don't we make radial engine. ايه radial engine ده؟ سوري radial engine ده عباره عن انجن السيلندرز بتاعته محطوطه على دايره لسبب ما فعلا انا ما اعرفوش, بس دايما في الراديال انجنز عدد السيلندرز بيبقى فردي. اوكي 3 5 7 9 13 حاجات كده خلاص. بروبابلي ده سؤال مهم نساله الناس بتوع الانجن خلاص. لكن الراديال انجنز بقى ظريفه جدا, قال لك بدل الكام شافت الطويل ده اللي هنقعد نركب كل بيستون فيه جنب الثاني, احنا هنحاول نغير. او هنا يمكن الانجن اوضح, الانجن الثاني كان ثلاثة الطيارة فيها ثلاثة راديال انجنز. ادي الانجن ده اللي فيكم برضو بتفرج على افلام فيها طيارات قديمة probably هيشوف راديال انجنز كتيرة. المهم الفكرة ببساطة قال لك هنحط كل البيستونز على كور واحد خلاص, بدل ما كل بيستون كان متركب على الكام شافت لوحده, لا احنا هنركبهم كلهم في البتاعة دي, والبتاعة دي هي اللي تلف. اوكي تصورها مش سهل بس الحمد لله لقيت لها انيميشن. تخيلته كده تقدر تتخيل هو ماشي ازاي. فبيزيكلي الكام شافت كله بقى عبارة عن ديسك, بدل ما هو كان عمود طويل وكله متوصل عليه بقى في الاخر ديسك, وانا بلف الديسك ده مش كده. كفاءة الانجن تعلى قوي, بس الكمبلكسي بتاعته برضو بتعلى. اوكي however في الطيران بيهمني بقى الكفاءة قوي, احنا بتوع كومبلكسي مش كده. وبالتالي كل العمود الثقيل الكبير ده لما اختصره في ديسك اكيد وزنه هيقل مش كده, which is good صح. اوكي لكن كبيستون بقى خلاص كاوبريشن نفس البرنسبل. الانجن اللي عمله اوتو سنة 1800 وحاجة هو ده خلاص, واللي اتعملت بيه اول عربية الانترنال كومباشن انجن اللي عملتها بنز